شمس العرب تسطع على الغرب. قد تبدو هذه العبارة غريبة، خاصة في أيامنا هذه، بالنظر إلى ما تردى إليه واقع العرب، لكنها حقيقة تاريخية ثابتة وثقت تفاصيلها في كتاب مرجعي بذات العنوان شمس العرب تسطع على الغرب، أو شمس الله تشرق على الغرب. صدر عام 1962 للمستشرقة الألمانية زيغريد هونكا. ولدت الكاتبة المختصة في دراسات الأديان عام 1913، وعاضدت اهتمامها بالحضارة العربية الإسلامية بتعلم اللغة العربية وإتقانها، والسفر إلى المغرب عام 1958 حيث أقامت في طنجة لعامين. عند صدوره في ألمانيا أحدث الكتاب ضجة وأثار جدلا في كل أوروبا، ووجه بالاستياء والتهجم. كيف لا؟ وهونكا تبين في كتابها فضل العرب على الغرب في زمن كانت أوروبا تعيش تخلفا تحت حكم الكنيسة الكاثوليكية. عرفت الحضارة العربية الإسلامية أوج ازدهارها الثقافي والعلمي، فكان تأثيرها عظيما في النهضة الغربية، وامتد ليشمل جوانب حياتية وفكرية وعملية. تفصلها الكاتبة في 7 أبواب أو كتب وفق تسميتها. تناولت زيغريد هونكا مصطلحات أوروبية انتقلت من اللغة العربية إلى اللغات الغربية، وأخبرت عن مواد وأدوات وصنائع وعادات انتقلت كذلك بذات الاتجاه، مثل القطن والطاحون والبوصلة والأزياء وأساليب النظافة التي أطنبت في الحديث عنها، فقد كان الأوروبيون غارقين آنذاك في القذارة. ومن أهم الكتب الرابع، وعنوانه الأيدي الشافية، وفيه أبرزت فضل المسلمين في علوم الطب والصيدلة وإنسانية أطبائهم وحرصهم في رعاية المرضى، وتقيم مقارنة بين أساليب العلاج المتطورة في بلاد الإسلام وحرمانيته من الأساس في أوروبا بأمر من رجال الدين. تقول هونكا حوالي عام 931 للميلاد بلغ عدد الأطباء في جانبي بغداد 800 رجل ونيفة 60 رجلا، سوى من استغنى عن مهنته باشتهاره بالتقدم في صنعته، وسوى من كان في خدمة السلطان في الوقت الذي لم يكن في كل مقاطعات الراين طبيب واحد. لم تعرف أوروبا المستشفيات حتى أواخر القرن 12 الميلادي إبان الحملات الصليبية على بلاد الشام. اكتشفها الفرسان الصليبيون فأقاموا مثلها عند عودتهم. جاءت المستشرقة الألمانية على أوجه عدة من تفوق العرب في مجالات الفكر والفلسفة والعلوم، وأظهرت كيفية استفادة الأوروبيين منها، وقد خصصت لبلاد الأندلس كتابا فهي جسر عبور المعارف العربية الإسلامية إلى العالم الغربي، شمس العرب سطعت حقا على الغرب، وقد شهدت بذلك شاهدة من أهل أوروبا. لكن كتاب زيغريد هونكا ليس مرجعا يتغنى بأمجاد العرب بقدر ما هو منصف لهذه الأمة، يبين فضلها في بناء الحضارة الغربية وما قدمته للإنسانية جمعاً.